وجابر جمال، بداية مرحبا بك. يعني جابر، ما هي القوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس، وهل لها علاقة بعدم اكتمال النصاب النيابي والقانوني للجلسة؟ تفضل. نعم حسن، كان من المؤمل أن تعقد الجلسة في تمام الساعة الواحدة، لكن بعد ذلك أجلت، يعني إلى قبل قليل تم تأجيل الجلسة بشكل كامل إلى يوم الخميس المقبل. جملة من القوانين بصراحة منها المهمة كان من المفترض أن يتم التصويت عليها اليوم. أغلب يعني القوانين التي وردت اليوم في الجلسة تحتاج إلى تصويت، والبعض الآخر يحتاج إلى قراءة أولى وأيضا ثانية. التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية النقل الجوي بين العراق والسعودية، وأيضا مقترح قانون حماية الموظف الحقوقي، هذا أيضا كان يحتاج إلى تصويت، والتصويت على مقترح الأندية، وأيضا مشروع قانون معالجة مدة تسلم الطلبات. ومن أهم القوانين بصراحة الفقرة الخامسة، هي القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل 21 لقانون الملاك. هذا القانون يخص شريحة ذوي المهن الصحية، كان من المفترض أن يتم التصويت عليه اليوم، وبالتالي هذا القانون سيساهم في رفع التسكين عن الموظفين من أصحاب ذوي المهن الصحية. سأختصر أو أستغل الوقت زميلي حسن، وينضم معي النائب الدكتور جواد الموسوي ضيفا عزيزا على نشرة الثالثة. مرحبا بك دكتور. ما هو سبب التأجيل؟ هل فعلا بعدم اكتمال النصاب؟ يعني بصراحة كان الحضور قليل اليوم من قبل أعضاء مجلس النواب، الحضور الكلي كان 117 نائب، من المؤكد هذا العدد لا يكفي لتحقيق النصاب وبدء جلسة. تم تأجيل الجلسة إن شاء الله إلى يوم الخميس القادم، وإضافة بعض الفقرات على جدول الأعمال، منها قانون تعديل قانون الملاك ورفع التسكين عن خصوصا ذوي المهن الصحية التابعين إلى وزارة الصحة، هذا القانون من قبل لجنة الصحة واللجنة القانونية مشترك، وإضافة إلى قانون آخر يخص التصويتات على بعض القضاة في السلطة القضائية. دكتور، موضوع أتحدث عن هذا القانون الفقرة الخامسة في جدول الأعمال، يعني قانون الملاك، بالتأكيد كان أكيد يعني الأنظار تتجه إلى هذا القانون. أكثر من 300 ألف موظف تقريبا من ذوي المهن الصحية في المستشفيات في العراق، يعني برأيك هل سيتم التصويت على هذا القانون في جلسات أخرى؟ يعني بعون الله احنا مصرون كلجنة الصحة وبيئة على أنه نكمل ونشرع ونقرأ كل القراءات والتصويتات لقانون تعديل الملاك. هذا القانون قانون واسع يخص شريحة كبيرة جدا من وزارة الصحة وكوادر وزارة الصحة، وحتى يشمل كوادر بعض الوزارات الأخرى. احنا عملنا على هذا القانون على مرحلتين، المرحلة الأولى على إقرار كل التوصيفات الوظيفية ضمن القانون اللي هو اليوم كان في جدول الأعمال، اللي رفعتها اللجنة المالية ولجنة النزاهة، خصصت به لجنة موظفي لجنة النزاهة، وإحنا جاي نعمل من جهة أنه نخلي كل العناوين الوظيفية التابعة للمهن الصحية ضمن هذا القانون. وكذلك عملنا بمرحلة أخرى أو بفرع آخر، أنه راح نخلي القانون اللي إحنا رفعناه كلجنة صحة وبيئة وكلجنة قانونية ضمن جدول الأعمال في الجلسة القادمة. هذا متعلق أيضا القانون نفسه بخصوص الأراضي وقطع الأراضي الامتيازات، هذا يخص كثير من التفاصيل الأخرى، اللي من أهمها هو حفظ رفع التسكين عنهم. هناك الكثير من العناوين الوظيفية التابعة لوزارة الصحة مغبونة بأنها تسكن في فقرات ولا يسمح لها بفقرات أخرى، وكذلك يخص المخصصات المالية الممنوحة لهم ضمن التقاعد وغيرها. دكتور جواد، بالحديث عن موضوع الجلسات، برأيك نعم، الوقت قليل جدا للفصل التشريعي، ربما هو الأخير لمجلس نعم النواب قبيل حل نفسه في الشهر العاشر أو نهاية الشهر التاسع. برأيك هل سيستطيع المجلس التصويت على جملة من القوانين والقراءات؟ يعني كثيرة هي القوانين، وأنت تعلم في حال لم يتم التصويت عليها في الدورة المقبلة سيتم إعادة قراءة القوانين مرة أخرى، قراءة أولى وثانية وتصويت بشكل كامل. إيه صحيح، أنا أتفق معك، الوقت اللي موجود قليل جدا، ولدينا هناك جميع اللجان لديها قوانين مهمة جدا بالنسبة للشعب العراقي. يعني هناك قوانين تخدم شرائح كثيرة، وهذه الشرائح تنتظرها منذ فترة طويلة، لكن مع الأسف الفترة المقبلة هي قليلة، وهناك بعض التراخي من حضور بعض الجلسات من قبل أعضاء مجلس النواب. نطلب من هيئة رئاسة مجلس النواب من الأحزاب ومن أعضاء المجلس النواب أن يكونوا أكثر حرصا على الجلسات المتبقية حتى نقوم بإعداد كل هذه القوانين وإنجازها، مثل ما تفضلت أنه هذا الإنجاز في حال عدم التصويت عليها وإكمالها سيتم إعادتها مرة أخرى من جديد خلال دورة البرلمانية القادمة. دكتور، بعيد عن المواضيع السياسية وعن المجلس، باعتبارك طبيب، اليوم موضوع
مهم وخطر جدا اليوم. كثير من المواطنين قلقين بسبب ما يتداول عن موضوع الفطر الأسود. هذا الموضوع هو متعلق بفيروس كورونا. كثير من الأخبار التي انتشرت على القنوات ووسائل الإعلام ومواقع التواصل أثارت قلق وخوف لكثير من المواطنين. إذا عندك معلومات تتحدث عن حقيقة هذا المرض، الإصابات اللي يعني أعلن عنها في ذيقار، كيف يعني هذا للأمانة؟ نعم بالتأكيد كطبيب وعضو في لجنة الصحة والبيئة لدي معلومات عن هذا الموضوع. أعتقد التسليط الإعلامي كان فوق المبرر عن هذا عن هذه المواضيع. كل اللي حدث أنه هناك أكثر من حالة تم الإعلان عنها في دائرة صحة ذيقار حصرا، يعني لم تعلن أي محافظة أخرى عن هذا الموضوع. هذا الموضوع لغاية الآن علميا وتشخيصيا وطبيا غير مثبت. اليوم بالاتفاق مع وزارة الصحة خلال اتصالات أجريناها مع وزارة الصحة تم الاتفاق على إرسال أكثر من لجنة صحية إلى دائرة صحة ذيقار للتأكد من هذا الموضوع وإثباته علميا. بعد هذا الإثبات سيتم الإعلان عن هذا الموضوع. هذا الفطر هو نوع من أنواع الفطريات النادرة جدا، موجودة على الأغلب في السماد وفي التربة وفي بعض المناطق الزراعية التي تصيب وتفعل نفسها خلال الإصابة بفيروس كورونا في حالة أنه المناعة انخفضت إلى مستويات متدنية جدا. هذا الموضوع كلش نادر، فهذا الخوف على هذا المستوى اللي شفناه اليوم وطلب كل وسائل الإعلام تصريح على الموضوع أعتقد غير مبرر. شكرا حبيبي. ضيفا عزيزا. إذا حسن، تحدثنا بجملة من المواضيع مع الدكتور جواد الموسوي، وأيضا موضوع الفطر الأسود الذي أخذ حيزا في وسائل الإعلام ونشر الخوف بين صفوف المواطنين والمتابعين. بالعودة إلى مجلس النواب، كان من المفترض أن تعقد هذه الجلسة ويتم التصويت على جملة من القوانين. هنالك من يتحدث حسن أن ربما أحد أسباب التأجيل هو كان من المفترض أن يصل اليوم وزير النفط العراقي في مجلس النواب من أجل الإجابة على بعض الأسئلة التي أعلن عنها رئيس المجلس السيد محمد الحلبوسي في الجلسة السابقة، على الرغم عدم ورود فقرة حضور يعني وزير النفط إلى مجلس النواب بجدول الأعمال السابق وحتى اليوم، لكن كان من المفترض أن يصل اليوم والإجابة على عدة أسئلة تخص موضوع زيادة التصدير ويعني زيادة أسعار النفط، وأيضا بخصوص شركة سوما واستفسارات أخرى من قبل عدد من النواب، لكنه لم يعني يأتي بسبب ربما الاجتماعات الجانبية التي تحدث من قبل الوفد الفني الكردي الذي يتواجد في بغداد، والذي عقد بصراحة عقد عدة اجتماعات يوم أمس مع وزارة المالية صباحا، كذلك مع ديوان الرقابة المالية للوصول إلى آليات نهائية من أجل تطبيق بنود الموازنة المادة 11 التي تخص الإقليم، الاتفاق على كيفية التسليم يعني واردات النفط. هل سيتم تسليم النفط من أربيل أو أقيام النفط من أربيل في بادئ الأمر، أم أن بغداد ستسلم الواردات أو ستسلم مخصصات الإقليم؟ كل هذه التفاصيل تحتاج بحسب المسؤولين الكرد وحتى الحكوميين في بغداد إلى اجتماعات عديدة. هذه الاجتماعات هي بالفعل تحدث بين الوفد الذي يرأسه قباط طلباني وأيضا اللجنة المالية، ربما أيضا ديوان الرقابة المالية كما حدث يوم أمس، وأيضا من المؤمل أن يحدث اجتماع بين يعني اجتماع بين وزير النفط وكذلك يعني مجلس النواب. أيضا ستنضم معي النائبة إخلاص الدليمي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني للحديث بهذا الموضوع. مرحبا بك سيادة النائبة. نتحدث عن آخر ما توصل إليه الوفد الكردي مع بعد لقائه مع وزارة المالية ديوان الرقابة. أيضا من المؤمل أن يتم عقد اجتماع مع وزارة النفط بخصوص آلية التسليم ما بين بغداد وأربيل. نعم، كنا قد وضعنا فقرة في قانون الموازنة تخص رواتب وحقوق وتخصيصات إقليم كردستان، وبنفس الفقرة أيضا ألزمنا إقليم كردستان بالالتزام مع الحكومة الاتحادية. مضى على المصادقة ما يقارب شهرين تقريبا ولم تحدث أي تطورات في هذا الموضوع، ولم تنفذ الموازنة ولم تصرف مستحقات الإقليم. طبعا عندما أطلقت الرواتب لجميع أبناء الشعب العراقي كان من المفترض أن يكون الإقليم جزء أيضا من الرواتب. على اعتبار السبب لحد هذه اللحظة أنه الحكومة الاتحادية لم تبادر ولم ترسل أي موضوع،
بادرت حكومة الإقليم وجاءت إلى بغداد وجلست مع الوزراء المعنيين، وهناك تبادل بين الطرفين بالجانبين المعلومات فيما يخص معلومات الإيرادات النفطية والغير نفطية كبيانات، وأيضا بالتنسيق ما بين الرقابة المالية، ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية في إقليم كردستان. وأيضا هناك أرقام قدمت، علما أن هذه الأرقام قدمت في زمن سابق، هذه للمرة السابعة أو الثامنة ربما تقدم هذه الأرقام للجنة المالية وأيضا للوزارة المالية. فاليوم هناك تقديم بيانات، ننتظر من الجانب الحكومي الاتحادي أي وزارة المالية والنفط بأن يأخذون هذه البيانات، وأن على ضوء هذه البيانات أن يطلقوا تخصيصات إقليم كردستان. استخلاص يعني أفهم من كلامك أنه ماكو أي مشكلة لدى الإقليم، موافق على أغلب الشروط التي وردت سواء من المجلس أو من الحكومة، يعني المشكلة هنا في بغداد؟ نعم نعم، الإقليم ليس لديه أي شروط، وافق على قانون الموازنة، وبالتالي يعني قانون الموازنة هو الفيصل، هو قانون نحتكم إليه، وإذا لماذا شرعنا قانون الموازنة؟ سبب التأخير فقط الآلية، آلية التسليم، من يسلم أولا؟ نعم سبب التأخير ليس من يسلم أولا، بالتالي عندما وضعنا هذه البيانات كانت ستنفذ بوزارة المالية ووزارة النفط الاتحادية والتنسيق مع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، فبالتالي ننتظر المبادرة في من الحكومة الاتحادية بتنفيذ الآلية. هو هذا خلاص كنت ضيفا عزيزا. إذن حسن، يعني الأعمال المجلس إلى إضافة إلى عدم يعني حصول الجلسة اليوم، هنالك كانت استضافة أو لقاء للسيد محافظ الناصرية مع لجنة الإعمار من أجل الحديث عن الناصرية وعن المشاريع المتلكئة الكثيرة في الناصرية، هذه المدينة التي تشهد حتى هذه اللحظة بعض التظاهرات وتشهد نعم يعني مطالبات بإعمار المدينة. تعلم محافظة ذي قار هي مدينة أو محافظة منكوبة، وأيضا مدينة الناصرية تحتاج إلى الكثير من أعمال التطوير، وبذلك ناقش محافظ الناصرية مع لجنة الإعمار في البرلمان تفاصيل المشاريع المتلكئة والمواضيع الأخرى. نعم زميلي جابر جمال من مجلس النواب كنت معنا وعلى الهواء مباشرة، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا. مشاهدينا الكرام، حيث